طب انا ابغى اشاركك هذا الفيديو، ابغاك تقول لي يعني ايش اللي صاير فيه. اوكي اوكي ما شاء الله، هذا مولود هنا ما شاء الله. الله يجزاك خير دكتور، الله انك احسن ما سويت. هذا شو اسمه؟ عبد المجيد. عبد المجيد وعفان. ما شاء الله يا عمري انا. الله يجزاك خير، ميزان حسناتك يا دكتور عبد الله. يا عمري ماسك في مدينه. تعال تعال عبد المجيد، تعال مجيد. ها ماجد؟ اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ودكتور مجدي يعني برضو موجود. يا ستي عليهم، من هذول؟ انا عارفه القصه بس احب اسمعها منك. والله هذول صاروا قطع مني صراحه يا عمري انت، لانه يعني الله اكرمني بهالولدين. هذه كانت عامله عندنا اوكي وتزوجت، وهي في ولادة الصغير عبد المجيد توفت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصاروا هذولا يعني حياتي، ما أصحى من الصباح إلا لازم أشرب القهوة معاهم أول شيء. أولادي وزوجتي وبناتي وبيتي وعيلتي كلهم، صار يعني هذولا الاثنين عندهم نجوم العيلة. العيلة الله يطول حفظ في عمرهم. والله إيش صاروا جزيتها الأم؟ أندونيسية. أندونيسية. وصاروا يعني شيء مهم في حياتي، حتى الخروج إذا رايح مشوار رايح مكان، يا واحد هنا واحد هنا. يا عمري يا عمري أنت تكفلت فيهم علي. يعني الحمد لله إن شاء الله أنه الله يجعله في ميزان أقدر حسناتك يا دكتور. هذا شيء جميل فيك. يعني ده اللي يبين على أخلاقك وطيبة أصلك. الحمد لله. حبيت الحركة مرة، حبيتها. والله جميلين، والله ممتعين جدا. صادق. والبيت صار في روح وصار في بركة. صادق. ما تتخيلي كيف يعني. ربي الواحد يرزق برزقه. ربي أكرمني صراحة. أكيد أكيد. الحمد لله على كل حال.